يتكرر مشهد هبطة عيد الأضحى المبارك في سوق نزوة التاريخي كل عام، لتشهد الهبطة نشاطاً كبيراً في حركة البيع والشراء بالسوق الذي يعد من الأسواق العريقة في سلطنة عمان، والذي يحظى بإقبال المرتادين من مختلف الولايات. العرصة أسعارها اليوم قوية، شفتها غالية، يعني اللي كنا نشتري على مثلا 100 ريال وصل اليوم إلى 150-140، واللي كان سعره مثلا 150 ارتفع إلى قرب 200 ريال. ومن هذا الأسعار يعتبر يعني في أسعار تعتبر مرتفعة، لكن السبب كما قلنا القوة الشرائية، لأن الناس اليوم جايين كلهم يشتريوا، وشو لازم يكون في ارتفاع في الأسعار. منذ دخول شهر ذي الحجة ومع ساعات الصباح الباكر تكتظ عرصات السوق ومحلاته التجارية بالباعة والمشترين في مشهد يجسد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويترجم الحفاظ على موروث ثقافي تتناقله الأجيال العمانية المتعاقبة. عندك سوق الأغنام، عندك سوق الخضروات، وعندك الكثير يعني هنا يباع في أشياء ما تشوفها إلا قرب الأيام العيد، فتشوف ازدحام كثير، وتشوف ان حتى ايضا في الاسعار تحس ان الاسعار تزيد عن السابق. الاسعار اسعار غاليه يعني جدا، يعني لو نقارن قبل ايام العيد كانت الاسعار اقل. في النهايه هذا انك انت ما بس انك جاي تشتري، ايضا جاي تشوف كيف الاسعار السوق وكيف الهبطه. هذا يعلمك انت حل ما مرور الايام، تتعلم انك انت تشوف التجاره، تشوف كيف الاسعار، كيف السلع، كيف الناس، ايضا قد تجد ناس تتعرف عليهم من ولايات اخرى. الهبطه ما شاء الله اليوم مزدحمه كثير جدا، يعني اقبال من الشراء والبياع ما شاء الله. الزحمه طبعا حتى من بعيد يعني ما قررنا نوصل بالسوق بصعوبه لنوصل. اكيد طبعا موسم الهبطه العيد هي تتميز دائما في نزوه، ازدحام طبعا شديد، ويعني في رغبه كثيره من الناس انهم يشتروا حال العيد. عرصه بيع المواشي تعد الايقونه الابرز في سوق الهبطه، ففيها تباع وتشترى أضاحي العيد من الأبقار والأغنام التي يجلبها مربو الماشية من مختلف الولايات. الشراء والأغنام صراحة قوية اليوم بالنسبة كبيرة، الحمد لله رب العالمين. كم بلغ السعر؟ بلغ الغنم من 250 إلى 300، والبقر من 500 إلى 1000. هبطة العيد التي ما زالت تحتفظ بهذا الاسم وبممارسات البيع والشراء منذ قديم الزمان، أضحت اليوم وجهة سياحية تجذب الزوار، إلى جانب أهميتها كموسم من مواسم العمل والكسب للمشتغلين في عرصات السوق. وتتواصل هبطات عيد الأضحى المبارك في الأسواق التقليدية بولايات محافظة الداخلية حتى 9 من ذي الحجة، وسط إقبال متزايد على عرصات الهبطة. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، من سوق نزوة.